المواطنين اللي خارج العراق. نعم. هذول شنو وضعهم في حال انه يريد يطلع بطاقه؟ احنا دا نسجلهم حاليا. شلون نسجلهم؟ احنا بالنظام اللي حاضر يجي ناخذ من عنده معلوماته ومعلومات اللي بالخارج والمعلومات البيومتريه ونمشي. جيد. ما عندنا مشكله. جيد. حاضر. جيد. اللي خارج العراق لازم وكاله وشهاده حياه حتى نعرف انه هذا بعد على قيد الحياه والوكاله مالته موجوده وتحمل الصوره. نجي ننزل معلوماته كلها فقط من ماكو معلومات بيومتريه اللي هي طيب. بصمات العشريه. طيب. بصمه القزحيه والصوره. يعني يجي فقط هذا يجي وكيل عنه. جيد. نكمل نمنحه رقم وطني يسجل بالنظام هسه نكمل له ونعطيه صوره قيد الكترونيه نحط له بيها صوره نفس الصوره اللي حاطها بشهاده الحياه نختم اياه تعمل يعني يصير حاله حال البطاقه الوطنيه باي دائره من دوائر الدوله. المراكز الوطنيه اللي هي خارج العراق هاي المرحله الثانيه هسه احنا اللي بدينا بالنظام وبعد يعني مستقبله مستقبل يعني قريب مو بعيد. ايش قد يعني مثلا؟ والله يعني مو احنا ما ما نقدر لا وقت مو المركز المراكز الوطنيه داخل العراق ماكو؟ هم يعني بدايه يعني بدايه راح تبدا من شهر السادس اذا الله راد نفتح المراكز هي المرحله الثانيه.